تقل ربما عشرات المعتقلين الفلسطينيين، وهي الثالثة التي نراها خلال هذه الساعة الأخيرة، تقلهم من سجن اكتعوت إلى منطقة كرم أبو سالم. بعد قليل ستتضح لكم الصورة. المصور الآن يحاول التقاط هذه الصور. هذه القافلة كما ذكرنا تقل المعتقلين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى غزة، وأيضا الذين سيتم إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية عبر الأراضي المصرية. إن كانت هذه هي القافلة الثالثة، لا أعلم إن كانت الأخيرة وبعدها سيتم البدء بإطلاق سراحهم أم أن هناك قوافل أخرى. المسألة تسير ببطء شديد نظرا لأن أيضا الحافلات التابعة لمصلحة السجون والمعززة بقوات الأمن الإسرائيلية التي تحيط بها تسير أيضا ببطء من منطقة السجن إلى منطقة كرم أبو سالم، وهي أيضا منطقة بعيدة في المناطق الجنوبية. حمدان، بالعودة إلى مسألة الإبعاد، إسرائيل تقول إن هؤلاء المبعدين هم من بين القتلة، ما تصفهم بالقتلة، والذين لا يمكن لها أن تقبل أن يمكثوا في أراضي الضفة الغربية ويعودوا إلى بيوتهم نظرا لخطورة هؤلاء، كما طبعا بالمصطلحات الإسرائيلية، على أمن إسرائيل، وبالتالي تم إبعادهم واضطرت حركة حماس للموافقة على هذا القرار الإسرائيلي. من معبر كرم أبو سالم الحدودي مراسلة بي بي سي شيرين يونس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا